إجرام لا يخفى على أحد، وتضحيات تطرز تاريخ المنطقة والبحرين بشكل خاص، ابتداء يجب أن نعرف أن الظالم هو الضعيف والمظلوم هو القوي، إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. والسلطة في البحرين ضعيفة جدا، لذلك تتعكز على الظلم لتقتل الأبرياء وتمنع الحقوق. إياك وظلم من لا يجد، عليك نصيرا إلا الله. لكن هؤلاء ليسوا في هذا الواد، هؤلاء في وادي الاستكبار ولغة المغفلين. ولكن بضرس قاطع نقول إن ما جرى في البحرين هو جزء من مؤامرة واسعة في المنطقة، ليست حمام دم بعدد 3 شهداء أبطال، وإنما البحرين هو حلقة مدفوعة الثمن من قبل الغرب، وإن صغرت لكنها هي لها دور في المشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يراد له أن يصنع أمريكيا. والسعودية والإمارات والبحرين وآخرون، هؤلاء ضالعون في هذه المؤامرة، وفي الأخير سوف تتلاشى هذه الدويلات تماما من الخارطة، وهم يعلمون، لكن يريدون أن يؤجلوا مصيرهم ولو أشهرا أو سنين. حقيقة السلطة في البحرين قد تفكر في إخافة المعارضة، وقد ترسل رسائل اطمئنان بأنها لا زالت قوية، وقد ترفع من معنويات الأجهزة الأمنية التي تعمل في ظلها. وهناك جملة من الرسائل ومنها إجهاض الحراك السلمي في البحرين، النضال والحركة ذات 6 سنوات في البحرين أثبتت للتاريخ أنها عملاقة بسلميتها، لكن ذلك لا يروق للغرب ولا للبحرين ولا للدرع المتآمر على البحرين وشعب البحرين. هؤلاء يريدون جر هذا الشعب إلى مواجهة ساخنة. أنا أعتقد هذا الموضوع يجب أن يترك بشكل واضح إلى قيادات البحرين، هم من يقرر ينتقلون أو يبقون، لا نملي على أحد شيئا. هناك نقطة أخيرة، أنا في تقديري هناك مؤامرة ليس على أرض البحرين، هناك مؤامرة على الصحوة الشيعية الدولية الكبرى، اسمحوا لي أن أقول دولية، لأن الشيعة في كل مكان، والتشيع بصحوته العارمة أخذ يقتحم حواجز ويهدم سدود ويبني بناء أذهل الجميع. هذا العصر الذهبي هو عصر بناء هذه الصحوة العملاقة. هناك من يشكك بأن هناك تشيع صفوي وتشيع عربي وتشيع أفغاني
وتشيع كردي وتشيع تركماني وهكذا، هذه كلها مفردات في المؤامرة الدولية. هناك من يعمل على إيذاء التشيع والشيعة في نيجيريا، في أفريقيا، في مصر، في بلدان أخرى، كل ذلك هذه حلقات تصب في مشروع واحد، وهو عدم إيصال التشيع إلى تلك اللياقة التي يبارز بها ويناطح بها الأقوياء. أنا أعتقد سوف يفشلون، لأن التشيع وجود ووجدان وقوة وصحوة ووعي، وأعتقد مسؤوليتنا كنا هو أن نعي هذا الخطر الذي يدخل من خلاله أعداء الدين. إخواني أخواتي، البحرين اليوم، وقلتها قبل يمكن 5 سنوات ومن على هذا المنبر، قلت إذا تحررت البحرين من الحكم الخليفي، معنى ذلك أن منطقة الخليج كلها ستتحول إلى وضع جديد. مفتاح الخليج البحرين، لذلك ترونهم يشغلون أنفسهم بالقمع الشديد والديكتاتورية الغاشمة والاستبداد المضل. وبالتالي حينما ندرك فلسفة الموضوع، علينا أن نثبت ونصبر، وصابروا ورابطوا واتقوا الله. رحم الله شهداء البحرين، الرحمة والخلود لهم جميعا، والفرج لقادة البحرين المغيبين في سجونها المظلمة، والنور إن شاء الله نراه مشرقا على كل المنطقة، ولا نيأس ولا نألم كما يألمون، ولكننا نرجو من الله ما لا يرجون، وهذا هو شعارنا. نسأل الله الفرج لشعبنا في البحرين الأبي، والنصر لأهلنا في اليمن الصامدة البطلة، والفرج الكبير إن شاء الله في سوريا والعراق ولبنان وكل المنطقة التي صمدت وثبتت. اللهم ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.